لا صوت يعلو على صوت آنين غزة، فمأساة القطاع ومعاناة أبنائه تحت وطأة العدوان الإسرائيلي تفرض نفسها وبقوة على أي تجمع إقليمي أو دولي، سياسي كان أو اقتصادي. منتدى دافوس، ذلك المحفل الاقتصادي الذي لطالما وجه بوصلة مناقشاته لأحاديث المال والاستثمارات والتنمية، هيمنت عليه الأوضاع المأساوية واللا إنسانية التي يشهدها قطاع غزة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا مجددا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن أمن إسرائيل والمنطقة سيتحقق بحل الدولتين. كما أكد ماكرون ضرورة العمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأشار ماكرون إلى أن استمرار إسرائيل في حربها على غزة سيشكل خطرا على أمنها على المدى الطويل. إسبانيا، وعلى لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز، دعت لوقف العنف على غزة وإنقاذ أهالي القطاع. نطالب إسرائيل باحترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأود التأكيد مجددا على الحاجة لوقف إطلاق النار ولعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل نهائي لهذا الصراع طويل الأمد. ولأنها حرب شاملة ومتكاملة على غزة، بات الدمار هو المشهد المسيطر على القطاع. لذا فقد أكد رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى أمام منتدى دافوس أن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة يتطلب 15 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يتطرق إلى البنية التحتية ولا المستشفيات التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي. الأوضاع الاقتصادية العالمية وما يتبعها من مؤشرات وتوقعات باتت مرهونة بوقف اتساع نطاق الحرب ووقف القتال في غزة وإنهاء أزمتها الإنسانية.